اهلا بحضراتكم، لسه مستمرين معاكم في تكريم طبعا والاحتفال بفريق الانسات 2000 و2001 او فريق تحت 18 سنه اللي حصل على بطوله القاهره وبطوله الجمهوريه في انجاز جديد. يمكن السن ده اول مره يعمل الانجاز ده، وده برضو يدل على النادي الاهلي دايما بيقف ورا اولاده لغايه ما يحققوا الانجاز. برحب طبعا باللاعبات اللي انضموا لي، لاعبات الفريق، كابتن الفريق بتول عادل، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، نورتيني وشرفتيني قبل كده مع الفريق الاول يا بتول، مبروك مع فرقتك. الله يبارك في حضرتك. طبعا بيشرفني كمان نوران خالد لاعبه الفريق، اهلا بيكي يا نوران. ازي حضرتك؟ والف مبروك. الله يبارك في حضرتك. وطبعا بينورني ياسمين عماد، ازيك ياسمين؟ الحمد لله. والف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. ومشرفني كمان زينه سعيد، ازيك يا زينه؟ ازي حضرتك؟ مبروك. الله يبارك في حضرتك. يمكن اروح لكابتن الفريق طبعا بتول، يمكن لعب في الدرجه الاولى غير لعب مع فرقتك، ايه الفرق؟ في الدرجه الاولى بيبقى اصعب من 18، يعني 18 بتبقى برده مع فرقتي فبيبقى سهل شويه احسن من الدرجه الاولى. الدرجه الاولى واحنا نازلين بيبقى برده يعني في خوف شويه كده، لكن في 18 براحتنا. بس المفروض يبقى العكس يا بتول، يعني انت في الفريق فرقتك بيبقى الحمل عليك اكتر، وبيبقى انت اللي شايله الموضوع، مش انت لوحدك طبعا، انت ونجمات الفريق. بس اللعيب اللي بيلعب درجه اولى ويجي ينزل مع الفريق بتاعه بيبقى محطوط عليه امال كبيره، فانا شايف انه العكس. بس انت بتقولي لا، انا مش شايفه مشكله نلعب مع فريق. لا، في ال 18 اسهل بكتير من الفيرست تيم. طب وليه يا بتقول يمكن لما كابتن اسلام جه في البدايه، كابتن اسلام ما بيهزرش، بيشتغل شغل ولاد، يعني مش شغل بنات، بيشتغل شغل قاسي، ما لقيتيش في الاول، ما اشتكيتيش، ما قلتيش لا لا مش هقدر اكمل، ولا دوست على نفسك؟ لا، دوسنا على نفسنا وحاولنا. هو كان طريقته غريبه عننا شويه في الاول، بس يعني ما كناش متعودين على كده. بس لا يعني حاولنا ان احنا نبقى يعني نمشي معاه، واللي يقول لنا عليه نسمعه ونتعامل معاه عادي، يعني ما كانش في فرق خالص. اتغيرتوا طريقه لعبكم حتى وطريقه تفكيركم عشان تتواكبوا مع المدير الفني الجديد، صح ولا غلط؟ يعني كنا في الاول مش عارفين نتعامل شويه، بس لا بعد كده بقى. طب وليه بابا وماما ما جوش قعدوا معاكي مره شويه؟ دي على فكره صور ليكوا اهي على الشاشه، دي كانت في صاله شارع الدخان، دي في دوره الثلاثيه صح؟ ده في الفاينل. جميله، وده طبعا لحظات التسليم كابتن فتحي شحاته وكابتن يحيى زكريا والمستشار طبعا تامر عبد الله، وكانوا بيسلموا طبعا لكابتن اسلام الدرع البطوله. خليني اقول حاجه، يعني برضو بتقول يعني حاجز نفسي، انتوا حصل معاكم الموقف ده مرتين قبل كده، طلعتوا دوره ثلاثيه ولم نوفق، ففي رهبه شويه. اول ما نسمع كلمه دوره ثلاثيه نتخض، لا مش هناخد الموضوع. عملتوا ايه السنه دي مختلف؟ احنا المره دي بقى كان مختلف عننا قوي عن السنين اللي فاتت. المره دي كنا احنا اللي عايزين الدوره الثلاثيه، احنا اللي عايزين نلعبها، احنا اللي عايزين ناخد اول ان شاء الله. وكنا يعني كان كل حماسنا في ان احنا ناخد اول، احنا مش بنفكر في اي حاجه غير ان احنا ندخل ناخد اول. بس ده ما كانش عندنا. انتوا لما اتمرنتوا على الدفاع والهجوم وتمرين جامد وجري ونط وبتاع، حسيتوا انتوا اعلى من الفرق؟ يعني انت لما بتنزلي، انا بتمرن كويس مثلا، مش انا هيثم، انا كلاعب بتمرن كويس وبحس بنزل الملعب بحس ان انا راكب الملعب، انا بعمل اللي عايزه، حاسس ان انا هكسب في اي لحظه، انا احسن من كل دول، زي اللي مذاكر كويس. انتوا كنتوا حاسين ده السنه دي؟ احنا كنا حاسين ده عشان احنا الحمد لله تعبنا قوي واتمرنا كتير، وكابتن اسلام عمل مجهود كبير قوي معانا. طب اللي كابتن اسلام كان بيعمل ايه مع حد يتاخر؟ الموارد جاي من المدرسه متاخره، كان بيعمل ايه كابتن اسلام؟ الحقيقه لا والله ما كانش بيعمل حاجه، يعني احنا كنا بس بنستاذن منه ان احنا متاخر شويه درس مدرسه. طب حد ما استاذنش؟ لا عادي شويه. لا الصراحه عمره ما طلب حد ما يعني جاي متاخر من درس ولا حاجه، لا كان بيدخلنا كله. انت عارفه انه مع الولاد ما كانش بيعمل كده؟ كان بيخرج بره على طول، بره الولاد اللي جاي. بس هو التعامل مع البنات غير طبعا. لا ما طبعا بالظبط، بنات وبتاع، وانت جاي مع باباكي او باباكي او مامتك، بيبقى الموضوع صعب وجايين. فكابتن اسلام اكيد راعي الموضوع ده، بس حلو ان انتوا تحملتوا المجهود، وحلو ان انتوا شفتوا نفس النظام بتاع الدرجه الاولى. صحيح ولا انا غلطان؟ يعني ياسمين انت لعبتي مع الدرجه الاولى ولا لا؟ لا صراحه ما لعبتيش. طب انت يعني خلينا نقول انه النقله جامده، كل مدير فني وليه فكره، وكل فرقه وليها فكرها. انتوا مع بعض بقالكوا سنين طويله وخلاص، دي اخر سنه ليكوا وبعد كده الدرجه الاولى. لما كابتن اسلام جه فكر جديد ودنيا جديده، زرع فيكم الهدف، بقيتوا عايزين تاخدوا البطولتين، كل بطوله تخش تاخدوها، ولا قلتوا هنعمل اللي علينا وخلاص؟ لا، هو كان عامل فينا هدف، وكان دايما بيشجعنا وشايف ان احنا امكانياتنا فعلا تقدر تجيب اول. هو كان دايما بيعمل معانا مجهود، فاحنا حسينا ان احنا فعلا نقدرها، فكل تمرينه بنحس ان احنا فعلا اتحسنا، ولو مستوانا كمان عادي يعني اتاكدنا ان الكابتن فعلا عنده حق ونقدر ناخدها. طب يعني هسالك سؤال بامانه، يعني قولي لي بصراحه، انتوا لما كابتن اسلام قال لكم كده واشتغل معاكم، كنتوا مصدقين من جواكم؟ يعني
ممكن في الاول شويه لما كنا لسه بادئين الموسم، يعني كل واحد لسه راجع بقى من اجازه، فكناش حاسين الموضوع، بس بعد فتره بقى يعني حسينا ان لا احنا نقدر ونكمل في المجهود ده هنجيبها ان شاء الله. طب قولي لي، انا كنت عارف ان كابتن اسلام بيلعبكم مع فرق اكبر منكم، يعني ساعات كنت بتلعبوا مع فرق اكبر منكم او فرق كنا ساعات بنتمرن مع الفيرست تيم، بنلعبهم جيم كده بدل التمرين. احنا كنا يعني بنعمل معاهم جيم حلو، يعني كان حتى كابتن بيبقى طالع بيقول لنا حلو المجهود اللي انتوا عاملينه. احنا برضو في الاول كناش يعني لما الكابتن كان بيقول لنا على مجهود وحاجات ما كناش بنحس بيها، بعد فتره فعلا يعني لقينا لا ده الكابتن عنده حق. يعني لما الكابتن كان بيقول لكم اقفلوا الانسايد وافتحوا البيز لاين مثلا وخلي يعني ما كناش بنعملها في الاول فعلا. يعني ممكن نسمع الكلام بس بعد بقى الوقت هيفيد ايه ده لما اعمل كده هيفيد ايه صح؟ بعد كده بقى خدنا بالنا وفهمنا الموضوع، بدات تنفذوا بدات تشوفوا حتى انتوا. ما هو دي الفكره بقى، المهم في اللعيب انه يصدق المدير الفني عايزه منه. انتوا حسيتوا بده مع الوقت. وصلت. طب قولي لي بقى، اول ما خسرنا ماتش سموحه اللي كان في الاستاد وكسبنا ماتش الصيد وقالوا هنعمل دوره ثلاثيه، قعدتوا مع بعض قلتوا ايه؟ احنا يعني دي كانت الدورات الثلاثيه اللي فاتت، كنا ما بتيجي ما بنحسش ان احنا قادرين على ان احنا نكسب، بس دي كنا متشجعين جدا فيها ان احنا نقدر نكمل. ما حدش كان باصص حتى لتاني او تالت، كلنا كنا بنقول احنا هنكسب الماتشين ان شاء الله وناخد اول. يعني طب اجتمعتوا مع بعض يا بتقول، يعني انتوا قعدتوا كابتن الفرقه قعدتوا مع بعض اتكلمتوا بغير المدرب؟ قلتوا لبعض ايه؟ قولي لي بقى. احنا كنا بنعترف يعني كنا بنشجع بعض يعني، وكنا بنتكلم مثلا على كل فرقه لوحدها دي مثلا بتعلى علينا ازاي، او مثلا الماتش اللي فات لما لعبناها كنا ايه الغلطات. تمام. يعني انتوا كنتوا بتقعدوا تحاسبوا نفسكم حتى قبل ما كابتن اسلام يحاسبكم، بس دي طفره كبيره قوي. يعني انتوا يعني ما شاء الله بقى عندكم حتى احساس عالي بالمسؤوليه، مش بس اللي انتوا بتلعبوا ماتشات وخلاص. طيب يعني خلينا نقول، مين اللي زرع فيكم ده؟ هل انتوا الموضوع ده بينكم من بعض، ولا برضو كابتن اسلام حسسكم ان انتوا لازم تبقوا مسؤولين من نفسكم؟ يعني ممكن كانت حاجه حبه كده وحبه كده. يعني احنا كنا لوحدنا ماشي كنا نقعد مع بعض، بس طبعا لما ابتدينا نفهم برضو اللعب من كابتن اسلام، لما قعدنا بقى ابتدينا يعني ناخد بالنا من غلطاتنا لوحدنا. تمام. يعني طبعا انت في الكوره دي لا مش عارف ايه يعني. طب كابتن ايهاب كان بيعمل معاكوا ايه في ايهاب الاخر؟ كابتن ايهاب كان بيشجعنا بقى ويقول لنا ان احنا فعلا فرقه اعلى منهم، او يعني مش يعني نقدر نكسب وبقينا في نفس المستوى، المهم بس نفضل يعني نبقى فرقه واحده ونشجع بعض فنكسب كده. كل ده اترجم في الاخر لمكسب، واكيد انتوا كل التعب ده راح، اكيد انتوا ناسيين كل ده فاكرين بس المكسب. طيب خلينا يعني نوران اجيلك، نوران خالد طبعا لعيبه الفريق. خليني اسالك، احلى لحظه عشتوها في الموسم كله؟ اكيد لما خدنا الكاس، بس برضه ساعه ماتش السيد الاولاني دي يعني حسينا ان في امل جديد، اللي احنا لما يعني حسينا ان احنا نقدر نعمل حاجه، فدي كانت لحظه حلوه كمان غير الكاس. يعني لحظه ماتش الصيد اللي كان الاولاني اللي احنا كسبناه، اللي احنا لو كسبنا هنلعب دوري ثلاثيه، لو خسرنا بره يبقى ده لما كسبناه دي كانت فرحه حلوه جدا، يعني حسينا ان احنا فعلا في امل جديد ونقدر نلعب على اول من جديد. طب قولي لي بامانه، لما تعرف ان في دوري ثلاثيه وخلاص جايين اول ماتش بكره في الدوري الثلاثيه، ما كانش في قلق؟ يعني هو احنا في الاول قلقنا، بس احنا كنا يعني متشجعين قوي، اللي احنا يعني احنا كنا عايزين ناخد اول، فما كناش شايفين اي حاجه قدامنا غير اللي احنا ناخد اول. بقى عندكم الحماس مغطي يعني؟ كان في حماس اكتر من القلق. فالحماس بان في الملعب. طب قولي لي برضو في حته مهمه، يعني يمكن اللعيب في الملعب بيكون مصدق ان الدفاع هو اللي بيكسبه، انتوا بينكم من بعض بامانه كان بيبقى في قلق، انا ما لعبتش ببقى زعلانه شويه ما لعبتش، في لعيبه ولا ده ما كانش موجود؟ لا ما كانش موجود خالص، احنا كلنا كنا ايد واحده وكنا على طول بنشجع بعض، اللي لعب زي اللي ما لعبش، اللي يعني كان جوه الملعب كان بيلعب واللي بره الملعب كان بيشجعه كانه هو مكانه. بس فاحنا كنا ايد واحده. المكسب بيبتدي من على البنش؟ اكيد كابتن اسلام كان على طول بيقول لنا كده، اللي بره زي اللي جوه. صح. بس اي فرقه عايزه تعرفها تكسب ولا لا، خش بص على بنشها، لو بنشها بيشجع وواقف على رجله وبيشجع زمايله يبقى دي الفرقه دي روحها كويس، لو لقيت البنش قاعد سرحان وكل واحد في حته ثانيه اعرف. لا احنا كنا على طول بنشجع كويس جدا، حتى اللي بره كان زي اللي جوه يعني. بس طيب قولي لي، انت اتمرنتي مع الدرجه الاولى ولا لا لسه؟ يعني لا اتمرنت شويه بس ما لعبتش ماتشات معاها. انت مواليد 2001 صح؟ انا 2001. لسه قدامك السنه الجايه كمان. فالسنه الجايه ابتدي بقى تلعبي مع الدرجه الاولى في الصعادي، تلعبي معاهم ان شاء الله. طب خليني اسالك، مين بقى ماسك الاعلى؟ يعني انت شايفه مين اللي هو نفسك تكوني زيه؟ ريم موسى. ما شاء الله برافو عليك. لعلمك ريم يعني مثل بجد يعني يحتذى به. بصراحة. يعني لعبا وخلقا وتركيزا وكل حاجه. طب نفسك تحترفي زيها؟ اكيد طبعا.
بابا وماما هيسيبوكي؟ ما اعرفش دي بقى. ان شاء الله. طب انت مش نفسك تطلعي جامعه يعني؟ لا نفسي طبعا العب زيها واحترف بره، عندي ده حلم عندي. وممكن تبتدي بدراسه زي هاله شعراوي؟ يعني ممكن تبتدي بدراسه والدراسه توديك الاحتراف يعني ان شاء الله. وخلي بالك امريكا الباسكت هناك عندك نادين اهي. يعني تابعين نادين ولا لا؟ لا متابعينها. طب عارفه بتعمل ايه؟ خدت السنه دي برضو السنه اللي فاتت كمان خدت. خدت جايزه كويسه السنه دي. متابعينها انتوا على الفيسبوك وشايفين كل حاجه صح؟ طب قولي لي انت يعني نفسك في ايه؟ يعني خلي بالك انت دلوقتي 2000 خلاص هيطلعوا درجه اولى. هيطلع لك بقى اللي تحت 2002. ممكن تعملوا مع بعض نفس الانجاز ده تاني ولا؟ ان شاء الله. وهم كمان كانوا لسه واخدين بطوله، فاحنا ك 2001 وك 2002 عندنا نفس الحماس اللي احنا يعني هم خدوا الجمهوريه واحنا خدنا، فالشعور يعني كان حلو بالنسبه لنا احنا الاثنين، فاحنا عايزين نكرر تاني. وهم يعني زي ما بيقولوا راكبين على جيلهم وانتوا راكبين على جيلكم، لما فان شاء الله ناخد. طب انت بيني وبينك كده يعني حاسه ان احنا ممكن السنه الجايه، خلي بالك الفرقه بتتطور برضه اكيد يعني طبعا، شايف ان احنا ممكن نعمل انجاز تاني يعني ممكن نحافظ على الفيديو ان شاء الله. لو اشتغلنا على نفسنا زي السيزون ده وتعبنا اكيد ربنا هيكرمنا وناخد اول. طب لو السنه الجايه بجي نفس المجهود ونفس التعب ده مش هتضايق؟ على ايه بالظبط؟ يعني يعني خلي بالك انت لما بتبتدي الاعداد مفيش سفر، مفيش فسح، مفيش لا انا رايحه مع ماما مش عارفه فين، رايحه مع بابا فين، مفيش الكلام ده. لا مفيش خالص. عندك استعداد تدفعي نفس الثمن اللي دفعتوه؟ لو هناخد اول جمهوريه يعني انت شوفي عشان هو شعور حلو جدا الصراحه. احنا ما كناش جربناه قبل كده، لما جربناه اي حاجه يعني بنضحي عشانها لا تستاهل ان احنا نضحي علشان ناخد اول جمهوريه. اكبر درس اتعلمته على فكره خلي بالك. طبعا اكبر درس ان كل حاجه لها ثمن. بيقولوا يعني انت عايز مكافاه لازم تاخد قصادها، مفيش حاجه ببلاش. فالثمن ان انتوا بتضحوا. طب انت ما زعلتيش مثلا رايحين مصيف او رايحين الساحل ولا وانت هتقعدي بقى تتنقلي؟ هو في الاول اكيد يعني مثلا بتتضايق شويه ان عيلتك مثلا كلها مسافره او كده، بس بعد كده لا خلاص لما بنتعب وبنلاقي لا خلاص كل ده بننساه. يعني لما بنشوف الكاس قدامنا خلاص بقى نسينا كل حاجه احنا اتضايقنا عشانها او اي حاجه. المكسب يشيل كل حاجه خلاص. طب اروح لزينه برضو، زينه سعيد طبعا نجمه الفريق. قولي لي انت نفس الشعور برضو تعب ومجهود، ما زعلتيش في لحظه كده قلت السنه اللي فاتت لا انا عايز اسافر بقى ومعدين بقى في كابتن الاسلام ده هيتعبنا، ما قلتيش كده؟ لا لا بعد لما خدنا الكاس خلاص. لا انا بتكلم قبل بقى. لا بعد الكاس ما فيش حد هيزعل. لا انا بتكلم قبل بقى في الوقت ما حصل ده ما اتضايقتوش شويه؟ هو شدد علينا ليه الكابتن كده؟ احنا عايزين ما اكيد بنتضايق في الاول، بس بعد كده بنبقى عارفين ان احنا بنعمل كده عشان ناخد اول وكده. صحيح. طب قولي لي هسالك سؤال في الدراسه ودي مشكله الكل، بتعملي ايه يعني؟ قولي لي بتبتدي يومك ازاي؟ يعني انا ما سالتش طبعا كل اللاعبات، هسالك انت بس. هو عامه اديني يومك بتعملي ايه؟ لا يعني هو على حسب التمرين. تمام. بيبقى ميعاد التمرين وعلى حسب الدرس، بس عامه يعني انا بالنسبه لي التمرين بينظم لي وقتي ان انا اذاكر وكده يعني. تمام. انا جربت حتى ان انا اقعد واجرب ان انا اذاكر، لا ما كنتش بذاكر، لكن لو رحت التمرين وذاكرت خلاص. يعني انت بتقولي ان التمرين بيساعدك كمان؟ بينظم لي وقتي. صح، برافو عليك. انت اي جي ولا عادي؟ اي جي. الاي جي ممكن بيبقى برضه حمل عادي تبقى محتاجه مذاكره. قولي لي مثلا يومك انت عندك تمرين بالليل مثلا من 6، كابتن اسلام بيمر من 6 ل 10 انا عارف، بس مثلا نقول من 6 عندك تمرين، تعملي ايه في اليوم ده؟ لا عادي هصحى بدري يعني، بس مش بدري قوي يعني، مثلا اصحى 9 مثلا اقعد اذاكر، لو عندي درس مثلا هروحه قبلها وبعدين اطلع التمرين. تمرين. طب وبعد ما ترجعي من التمرين خلي بالك ما انت مطالب منك مذاكره برضه، بتعملي ايه؟ هل بترجعي تذاكري ولا تنامي عشان تصحي تاني يوم بدري؟ يعني لا يعني انا بالنسبه لي انام وبعدين اصحى الصبح. طبعا بترجعي مش شايفه بالتمرين وتقريبا كلكم كده. طب قولي لي انت اتمرنتي مع الدرجه الاولى ولا لا؟ اتمرنت السنه اللي فاتت بس مش كتير، ما لعبتش معاهم يعني. ما لعبتش معاهم. طب انت برضو نفس السؤال اللي سالته البتول، انت شايفه الدرجه الاولى ازاي؟ شايفه عشان الواحد يلاقي له مكان في الدرجه الاولى محتاج يعمل ايه؟ محتاج يعمل زي ما كابتن اسلام كان بيعمل معانا، ان احنا يعني لما نخش التمرين ما نفكرش في حاجه غير في التمرين، ونموت نفسنا في التمرين وبس، وده يعني واكيد ربنا هيكرمنا يعني. طب انت قولي لي يعني من بدايتك خالص ايه اللي حبيتك في الباسكت؟ يعني كل البنات اكيد في حاجه خلتهم يلعبوا باسكت. هل كان ليكي اخت؟ كان ليكي اخ بيلعب؟ لا هو انا الحقيقه كنت دخلت الباسكت، كنت يعني كنت داخله كده يعني، كنت بلعب حاجه ثانيه وبعدين دخلت عادي، كنت صاحبتي دخلت ودخلت بلعب سباحه. سباحه؟ ما كل اللي بيبتدي سباحه. لقيت كره السله حلوه دخلت. يعني كنت داخله عادي في الفن كده وبعدين كملت فيها يعني. مين بقى اول مدرب مراني؟ فاكره اول مدرب ولا صعب؟ اصل خلي بالك اول مدرب هو اللي بيحبب الواحد في اللعبه.
لا صعب. مش فاكره. كنت بتمرني في مدينه نصر طيب ولا كنت في مدينه نصر؟ وبعد كده اتنقلتي للجزيره. طب قولي لي انتوا كفرقه بقى لما يعني مثلا بتقول كابتن فرقه بتيجي تقول لكم يا جماعه احنا نقعد عايزين نقعد مع بعض اجتماع، بتقولوا ايه؟ بتقولوا لبعض ايه؟ يعني لو ما عندكم ماتش مهم بس عشان انا بقول لك عندك ماتش مهم تاني يوم وقاعدين مع بعض بتتكلموا، البتول بس اللي بتتكلم ولا انتوا بتقولوا معاه؟ لا كلنا بنتكلم مع بعض. ايه؟ يعني عايز احنا بنحاول يعني نهزر في الاول كده ان احنا نبعد عن الخوف وكده وان احنا هنكسب وبس. يعني طب قولي لي مين معاكي في الاوضه؟ مين انتوا طبعا بيبقوا الاوضه بيبقى اي معسكر بيبقى فيه الاوضه روم ميت. كانت في اول معسكر مثلا ريم اشرف وريم علي طلعت، في المعسكر الثاني زينه وهنا. طيب لما بيكون عندكم ماتش تاني يوم ليه بسال الاسئله دي؟ خلي بالك انت في بنات بيتفرجوا علينا صغيرين هيشوفوك. عندك مثلا مباراه بكره مهمه وانتوا في الاوضه ما بيجيلكوش نوم، بتناموا بدري؟ يعني قولي لي بتعملوا يعني بتبقوا بتجهزوا الماتش ازاي؟ لا احنا بنحاول ننام بدري وبنلم موبايلات اكيد، ومثلا وكل واحد بقى يعني الصبح بيبقى على حسب كل واحد بيبقى ليه طريقته عشان يخش في الماتش وكده. بس بتقوموا تفطروا بميعاد ولا الكابتن بيسيبكم؟ بميعاد. تقعدوا يعني تقعدوا براحتكم؟ اصل في فرق يقول لك لا خلي اللعيب ينام براحته، في مدربين يقول لك لا اصحى بدري كل الفرقه تفطر مع بعض، انتوا كنتوا بتعملوا ايه؟ يعني على حسب برضه. على حسب صح، على حسب انتوا الماتش خلص يوميها قبلها الساعه كام؟ نمتوا الساعه كام؟ بيحسب اكيد المدير الفني المواضيع دي. طيب طموحاتك ايه؟ نخش منتخب مصر طبعا. طبعا. وان انا اخش الفيرست تيم افضل في النادي الاهلي يعني. مش حابه تسافري او حاجه؟ يعني يبقى في طموح يعني. ما اكيد عايزه اسافر بس خلاص يعني. زي انت شايفه نادين عندنا سافرت وهلا شعراوي وريم موسى، وعندنا حتى في كره اليد عندنا بنات محترفات بره، عندنا مروه، عندنا رحاب جمعه، مروه عيد ورحاب جمعه محترفات فرنسا يعني. عندنا بنات في النادي الاهلي بيطلعوا بره، هل ده يعني تفكيرك ولا لا؟ طبعا هو في تفكيري يعني، بس هو يعني خلاص بقى الجامعه يعني خلاص هنخشها بقى. بالظبط، وهي خطوه بخطوه بتاخديها. ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله. ممكن بتقول اجيلك انت كابتن فريق وانت اكتر واحده يعني بيدور بينك وبين البنات كلام. خلينا نقول انه لازم بيبقى في حد بيزعل لما ما بيلعبش، ده وضع طبيعي يعني، متهيألي كده يعني لعيبه ما لعبتش مثلا ما نزلتش كتير، بيحصل الكلام ده في الفرقه، هل انت بتروحي تتكلمي معاهم ولا الكابتن هو اللي بيتكلم؟ بتعملي ايه في موقف زي ده؟ هو بيبقى في كده بس هو مش كتير يعني، احنا بنشجع بعض كتير جوه الملعب على بره الملعب، بس بيحصل ساعات بروح اتكلم معاهم وان يعني اكيد ربنا هيعوضنا وان هننزل يعني. هو كابتن اسلام برضو ما كانش مثبت ال 12 بتوعه، بيغير ساعات، فحتى كنت بقول لهم يعني لو ما لعبتيش النهارده تلعبي بكره ان شاء الله. فيعني بس يعني اعملي اللي عليكي واجتهدي. مفيش استجابه من الزمالك؟ يعني هم بيبقوا متضايقين ويعني عايزين يلعبوا كده، بس لما بتكلم معاهم بيقتنعوا شويه. طب قولي لي انت ككابتن فرقه النادي فرحان بيك ومبسوط بالانجاز بتاعكم، حاسه بحاجه كويسه ولا حاسه ان محدش حاسس بينا؟ لا حاسين بينا احنا حقيقي. يعني انا حاسس النادي كله حاسس الحقيقه باللي انتوا عملتوه، فهو وكمان انتوا يمكن موسم او يعني اخر فرقه خدت البطوله، فكان يعني زي ما بيقولوا اخر حاجه بتبقى او الختام مسك زي ما بيقولوا. حاسين الناس حاسه بيكم؟ حاسين، وحاسين ان هم مبسوطين بينا، وان يعني كان برضو احنا كان نفسنا في كده، فلما حققناه كل الناس كانت مبسوطه بينا. اكيد. طب قولي لي ياسمين يعني انت طموحاتك ايه اخر يعني، انت نفسك اكيد مش البطوله اخر حاجه، طموحاتك ايه؟ نفسك في ايه؟ هو يعني لازم طبعا ان انا احاول احسن نفسي كلاعب في الباسكت. ده طبعا لو اتحسنت ممكن يبقى ليا فرصه بقى ان انا يعني اما اتصعد فيرست تيم فابقى عامله شغل كويس، اما اقدر اخد اسافر بره حتى يبقى الدراسه كمان بره بتبقى كويسه. برافو عليكي. طب قولي لي انت يعني برضو في حته المذاكره تعبانه يعني، حاسه ان الموضوع صعب ولا الموضوع ممكن يتحقق ان انا اكون في كليه كبيره وبرضو لعيبه كويسه؟ لا هو لو انا طبعا لو حد بيبقى عايز فعلا يذاكر وعايز يروح يتمرن هيقدر يعملها، انه طبعا بيبقى معتمد تنظيم الوقت أكيد. بس فانا لو مهتمه في ان انا لازم ابقى كويسه هنا وهنا هقدر انظم وقتي واذاكر. تنظيم الوقت، انت قلت كلمه كويسه جدا، تنظيم الوقت، هتقدر تعمل كل حاجه. كل التوفيق ليك ان شاء الله. نوران يعني قولي لي برضو انت اكيد ليكي طموحات، اكيد ليكي فكر في الثلاث اربع سنين جايين، هو ده مفترق الطرق لكل اللاعبين اللي في سنكم، ايه شايفه الدنيا ازاي؟ يعني اكيد نفسي اخش المنتخب احترف بره، واكيد برضو اللي انا هيكون ليا مكان في فيرست تيم في النادي الاهلي. اكيد ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. وده حلمك وان شاء الله ربنا يحققه ان شاء الله. طيب وبرضو يعني زينه شايفه ازاي سنتين ثلاثه اللي جايين معاكي؟ سنتين ثلاثه جايين
طب انت ليه تخش جامعه ايه طيب الاول؟ انا عايزه اخش عمليه، كليه عمليه ولا كليه عمليه؟ صيدله، عايزه اخش صيدله يعني. بس خلي بالك ده هيبقى صعب مع الباسكت. بس ان شاء الله ربنا يوفقك. ان شاء الله. نورتيني وشرفتيني طبعا زينة سعيد. شكرا. الوقت مر سريعا، بس احنا برضو زي ما قلنا هنطلع فاصل اكيد في الاخر، وكلنا هننضم لبعض نقطع صوت زينة سعيد. بشكرك، نورتيني وشرفتيني. طبعا بشكر نوران خالد، نورتيني وشرفتيني والف مبروك. الله يبارك في حضرتك. بتولى عادل، شكرا جزيلا كابتن فريق، ومزيد من البطولات، وتجينا كتير بعد كده ان شاء الله. ان شاء الله. واكيد طبعا ياسمين عماد، نورتيني وشرفتيني. اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل قصير عشان استقبل يعني اللاعبات، باقي اللاعبات فريق 18 سنة، عشان نشوف أخبارهم إيه، نشوف إيه طموحاتهم، نعيش معهم أمالهم وطموحاتهم الفترة الجاية. فاصل قصير وأرجع لحضراتكم.